إذا كان الأب يعطي جميع أولاده المحتاج منهم وغير المحتاج ويقضي عنهم الدين أحياناً، فهل يلزمه العدل؟ وكيف العدل إذا كان بعضهم ليس عليه دين؟ العدل في العطية، في العطية والتمليك، أما النفقة فيعطي كل واحد قدر حاجته ولو كان بعضهم أكثر حاجة ما يخالف. النفقة ما يشترط فيها العدل، بل العدل أنه يعطي كل واحد قدر حاجته، ليست نفقة الكبير مثل نفقة الرضيع اللي يرضع، فالعدل أنه يعطي كل واحد قدر حاجته فقط. واللي يحتاج زواج زوجه ولا يلزم أنه يوفر للثاني صداق ويكتبه ويحبسه، لا، هذا من النفقة، الزواج من النفقة، يزوج المحتاج للزواج، والذي لم يحتج إلى الزواج لصغره ليس له شيء. فالنفقة ليس فيها عدل بمعنى المساواة، وإنما فيها إعطاء كل واحد قدر حاجته، وتختلف حوائج الأولاد، الكبير والصغير. وش الباقي؟ باقي السؤال يقول فهل يلزمه العدل إذا كان يقضي عنهم الدين؟ أما وكذلك الدين إذا كان ولده معسر ولا يستطيع يسدد، فهو يسدد عنه الدين ولا يلزم أنه يعطي الثاني، لأن هذه حالة ما هي بحالة تمليك، هذه حالة تخليص، تخليص لولده من الدين، فهذا لا يعطي الآخرين مثله، إلا إذا كانوا مدينين ولا يقدرون يسدد عنهم مثل ما يسدد عن الآخر. أما إذا كان أحدهم غني ويقدر يسدد، واحد فقير ومطالب ومضايق، إنه يسدد عنه ولا يسدد عن الآخر الغني. نعم. يقول فضيلة الشيخ، فالحاصل أن الضابط في هذا التمليك، عطية التمليك، أما الإنفاق سداد الديون عن المعسرين فهذا ليس من التمليك، هذا من قضاء الحاجة فقط. نعم.